اليوم شفت فيديو لإشي جدا غريب، شو هذا اللي قاعد بصير؟ انصدمت منه، حبيت أسوي ردة فعل على هذا الفيديو معاكم. أنا شفت بس أول 3 ثواني واستنتجت أنه في كتير أشياء غريبة بهذا الفيديو، وبدنا نشوفه هلأ مع بعض. يلي قاعد بصير بهذا الفيديو اللي هلأ حشغله هو أنه هدول ناس بيحبوا الأنمي وهاي الأشياء، بيحضروا أنمي، بيحبوا الألعاب جيمينج وما جيمينج، بس هدول من النوع اللي بيحبوا الألعاب أكثر من أمهم وأبوهم. هدول من النوع اللي مستعدين يتخلوا على كل إشي بالحياة عشان الألعاب والأنمي، ومجتمعين كلهم بمكان واحد وقاعدين بتدربوا وبيحاولوا يقلدوا الضحكات اللي هي ايفل، الضحكات الشريرة تاعت الانمي. عرفتوا كيف مثلا بالانمي بيكون في واحد بضحك ضحكة شريرة، وهم قاعدين بيحاولوا يقلدوهم وبيشوفوا مين احسن واحد بالضحكة الشريرة تاعته. خلينا نبدأ هذا الفيديو، احموا حالكم من الكرنج. انا لو عندي بدلة الكرنج كنت لبستها، بس مش موجودة هون للأسف، راح اجيبها عشان هيك فيديوهات للفيديو الجاي اكيد 100%. احموا حالكم وخلينا نبدأ. زي ما انتو شفتوا جيسون عم بيعمل اشياء غريبة. جيسون انت لازم تركز على اشياء تانية غير الضحكة الشريرة تاعتك، لازم تتدرب بتمارين تانية مش تمارين الضحكة الشريرة. بدك تتدرب على جسمك، بدك تحاول تنحف حالك شوي. وضعك جدا مؤسي، وضعك جدا مزري، وضعك جدا مخيف. اللي انت واصل له جدا مخيف، بأي وقت ممكن تطبع أرضك وتموت للأسف. يعني هاي الحقيقة أنا قاعد بحكي لك، بأي وقت ممكن هو قاعد بيضحك ينقطع نفسه لأنه كتير جسمه مش قادر يتحمل الضحكة. هاي اللي عملها ممكن تاخد كل الأكسجين من جسمه ويطب أرضه ويغمى عليه لهاي الدرجة، وهو قاعد بتدرب وبيعمل الضحكة هاي الشريرة. شو تسوي بحياتك جيسون؟ اترك الانمي، شوف شو عمل فيك الانمي. هلا بعد شوي جايينا سيباستيان لابس نظارات، هذا اللي واقف وراه، هذا عم بيستنى دوره، متحمس للدور تاعه. شفتوا كيف بس خلص عمل هاي الحركه انه زي انا هلا خلص، انا هلا جاهز اعطيهم الضحكه الشريره تاعتي. بده خلص يوقع كل البنات، بفكر بس يعمل هاي الحركه البنات كلياتهم رح يروحوا عنده ويحاولوا يتعرفوا عليه. امانه اعطيني رقمك سيباستيان، ما في حدا حيطلع بوجهك. سيباستيان وضعه كمان جدا سيء. سيباستيان عنده الطول، عنده الجينات، لو راح الجيم ضبط جسمه اعتنى بحاله رح يكون شكله مش طبيعي، بس قرر انه يطول شعره ويعمل شكله زي كأنه تاع انمي، زي كأنه يعني هو كاركتر بالانمي. هو وقاعد بتمشى بهذا المكان هو جد مفكر انه الناس قاعدين بيشوفوه وبيحكوا واو هذا الانسان عن جد زي الانمي هذا المفضل تاعي، بيشبه هذاك اللي موجود بالانمي اللي كتير حلو. سيباستيان ولا حدا بيفكر بهاي الطريقة، ولا حدا رح يطلع بوجهك من البنات. المشكلة انه مو بس الشباب اللي هيك قاعدين بيسووا اشياء كرنج، كمان في بنات كرنج قاعدين بيعملوا كمان هاي الاشياء. احرجت حالها قدام كل الناس، صارت تضحك الضحكة الشريرة تاعتها. الناس حتى اللي هناك اللي كرنج اللي قاعدين بيحضروا هذا الشيء، حتى هم بنفسهم حسوا بالكرنج، هم بنفسهم ما استوعبوا شو قاعدة بتسوي. سكتوا شوي بعد ما هي خلصت، هي عم تستنى حدا يزقف لها، حدا يحكي واو يا الله ما احلى الضحكة اللي سوتها، بس ما في حدا حكى شيء. هيك ضلهم ساكتين، بالاخر صاروا يزقفوا من الكرنج، يزقفوا عشان بدهم يحاولوا يرتبوها لانه بنت. الاناث هناك جدا نادرين، ما بتلاقوا كتير إناث، فعشان هيك لما يشوفوا أنثى شو ما عملت خلاص رح يزقفوا لها ورح يسايروا لها. سيباستيان أنا متأكد أنه بعد شوي رح يروح يحكي معاها. سيباستيان هذا اللي الطويل اللي لابس نظارات اللي عمل ضحكته الشريرة اللي شفناها قبل شوي، أنا متأكد بعد هاي الضحكة هو رح يوقع بالحب معاها، رح يروح عندها وكمان هي حترفضه. جينيفر كمان رح ترفض سيباستيان لأنه سيباستيان وضعه إشي تاني، وضعه جدا غريب، الشعر تاعه لحاله مصيبة. ها
هاي مش عارف حتى شو أعطيها اسم، هاي ما في اسم أجنبي قادر أخترعه لإلها، فعشان هيك أنا بدي أناديها بدرية. بدرية طلعت على الستيج بعد ما خلصت أكل بالبوفيه المفتوح، البوفيه المفتوح بطل فيه كتير أكل لأنه يعني هي قضت على معظم الأشياء اللي موجودة هناك، خلصت وطلعت على هذا الستيج عشان تعطي الضحك الشريرة تاعتها. الضحك الشريرة تاعتها للأسف نفس البائد، بس بتضل أحسن من جينيفر. جينيفر اللي قبل شوي سوتها إشي جدا سيء، بضلوا الضحكة تاعت بدرية أحسن بكتير من جينيفر. خلينا نكون صريحين، أنا ما بقدر أكذب عليك وأحكي لكم لا، ومن الآخر ضحكة بدرية ماشي حالها، ضحكة جينيفر وسباستيان جدا سيئين. جوناثان اللي شفناه أول إشي ضحكته هاي ودته بداهية، هلأ هو حاليا مغمى عليه، قاعدين بيحاولوا الإسعاف ينعشوه، مغمى عليه ماكل هوا لأنه عمل الضحكة هاي، أخذت أكسجين كتير من جسمه وخلص أغمى عليه ما قدر يتحمل جسمه، فهلأ حاليا قاعدين بيحاولوا ينعشوه، بيحطوا مي على وجهه، بيشربوه مي، بيشمموه عطر علشان يحاول يصحى، بس للأسف لهلأ عم بيحاولوا. وبعدها إجتنا بيكاتشو، في واحدة لابسة لبس بيكاتشو، هلأ بدها تضحك الضحك الشريرة تاعت بيكاتشو أتوقع. هاي بدنا نسميها زيتونة لأنه الصراحة بتشبه شوي زيتونة، بس هاي زيتونة شقرة. طلعت على الستيج وضحكت لنا هاي الضحكة، الضحكة كمان جدا سيئة. هو كل هذا اللي قاعد بيصير حاليا إشي سيء، يعني الاجتماع هذا كامل سيء، ليش مجتمعين على هيك إشي؟ ليه قاعدين بتتحدوا مين ضحكته الشريرة أحسن؟ شو هذا التحدي؟ ليش هيك عاملين؟ أوكي يا أخي أنا ما عندي مشكلة مع اللي بيحضروا أنمي، احضر أنمي، اعمل اللي بدك إياه يا أخي، بدك تحضر أنمي احضر أنمي، بس لما تروح على هاي الأماكن هيك تاعت الأنمي وتلبس لبس أنمي، بالذات الشباب، بشوف شباب هون هيك بيعملوا، شو بتسوي؟ يا زلمة شو بتسوي أنت؟ شو قاعد بتسوي أنت؟ لابس لي لبس بنت لأنمي وطالع لي على مكان تاع أنمي، ولا لابس لي حتى لبس شاب أنمي وطالع على هذا المكان، شو بتعمل يا أخي؟ شو بتسوي بحياتك؟ ما في حد حيشوفك ويحكي واو، حتى لو هم عاملين هاي الإيفنت عشان هذا الشيء بالذات ولازم أنت تروح وتلبس هيك لبس، لا تسوي هيك، لا تروح على الأقل، يعني احترم نفسك يا أخي، احترم هذه الشغلة إنه أنا ما بعمل هيك إشي، أنا ما بقدر أطلع وأحرش حالي هيك إحراج، ما تطلع وأنت لابس لي لبس بنت. بشوف شباب أقسم بالله يا أخي أنا بنحرج عنهم، بينزلوا هذا الشيء على السوشيال ميديا وبيروحوا هون عندنا بالعرب مو عند الأجانب، بالعرب بيروحوا على هاي الأماكن تاعت الأنمي ولابسين لبس بنت تاعت أنمي، شو بتعمل بحياتك يا غبي؟ شو بتسوي؟ بتنرفزني، لا تنرفزني، لا تنرفزني يا ما بدي أحكي اسمك، أنت عارف حالك، لا بدنا نحكي اسمك. في هيك مشاهير كمان بيعملوا، بروحوا على هاي الأماكن تحت الأنمي وبلبسوا هذا اللبس، لا تسوي هيك يا أخوي، عيب عليك، شو بتسوي قاعد لابس لي لبس بنت تاعت أنمي وطالع لي على هذا المكان على أساس هيك قوانين هذا المكان فلازم ألبس هيك؟ لا، أنت فوفو بوي بس تعمل هيك إشي، أنت خلص هيك استسلمت، سلمت رجولتك للأنمي وحكيت أنا خز أنا مش رجال لأنك سويت إشي زي هيك. خلينا نكمل نشوف هاي الضحكات، نشوف هذا المكان اللي جدا غريب. انا عارف انه هدول تعاون الانمي اللي بيروحوا على هاي الاماكن هون عندنا بالعرب على الاجتماعات هاي تاعت الانمي وبيلبسوا هذا اللبس، لو راحوا على هذا المكان راح يكيفوا، راح ينبسطوا على الاخر على هاي الفعاليات اللي عم بتصير هناك. هاي من كتر الكرنج الناس بدأوا يزقفولها بكير، انه خلص خلصي، الناس بدأوا يزقفولها انه خلص وقفي، احنا احرجنا كتير، اجانا احراج بشكل مو طبيعي عنك، فممكن توقفي؟ بس هي كملت، ضلت مكملة وهم قاعدين بيزقفولها انه خلص انقلعي من الستيج، اطلعي خلص بكفي تضحكي، وهي لسه مكملة قاعدة بتضحك بتعطينا الضحكة تاعتها. شو هذا اللبس كمان اللي هي لابسيته؟ ليش هيك مغطي على عينها بهذا؟ شو هذا الانمي؟ يعني انت ما بدك تشوف كمان عشان الانمي؟ مش فاهم هدول الناس اللي كتير هيك مهووسين بالانمي بشكل مو طبيعي لدرجة انه بيلبسوا زيهم، بيصيروا يتصرفوا زيهم، بيصيروا على اساس يتعاملوا مع الناس بغموض زي الانمي، انه انا غامض. ما حد حيشوفك غامض، كلياتنا عم نضحك عليك، اي حدا عم بيشوفك بالشارع بيشوفك، اصحابك التقوا معك، ما حد حيحكي يا الله هذا صار غامض واو بنفسي افهم شخصيته، رح يضحكوا عليك. حتى لو بنت رحت طلعت معاها وعامل حالك غامض انه على اساس زي الانمي، كمان نفس الاشي هي حتضحك عليك، حتروح
تروح عند صاحبتها يا الله لو تشوفي شو كان أهبل يا الله كثير انحرجت بتطلع معه وندمت كثير اني طلعت معه هيك حتحكي لصاحبتها لانه انت جدا محرج يعني قاعد بتحرج حالك وبتحرج البنت بتحرج جميع الناس اللي موجودين بالمكان اللي انت فيه لما تتصرف هيك تصرفات تعمل لي فيها انك انت اللي بتطلع بس على الارض وبتمشي قدام مثلا ولا ما بتطلع على حدا ولا لما حدا يسالك سؤال ما بترد عليه على اساس انك غامض وما بترد على اي سؤال وما بتحكي مع اي حدا ما حدا بيهتم من الاخر ما حد بيهتم بدكم تحضروا انمي احضروا انمي بدكم تحضروا رسوم احضروا رسوم بدكم تحضروا افلام احضروا افلام بس ما تاخذوا الشخصيه تاعتهم وتقتبسوها وخلص تخلوها تاثر فيكم بشكل مو طبيعي لدرجه انكم انتم تصيروا تتصرفوا زي الانمي ولا زي الفيلم اللي انتم بتحضروه. اوكي احضر انبسط استمتع بس ما تخلي هذا الشيء ياثر عليك وياثر على شخصيتك وتتحول انت كلك عشان بس قاعد بتحضر رسوم ولا بتحضر انمي. وبس هذا هو الفيديو لليوم، حبيت اورجيكم هدول الكرنج ونشوفكم على خير. فمان الله.